السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعين شيوات ام العربي. غادي نوجدوا مع بعضياتنا اليوم واحد غولي بالبطاطا مالح، كيجي لذيذ بزاف، شي حاجه نغيروا بها. فغادي نحتاجوا في هذا الغولي ديال البطاطا هنا 4 ديال البطاطات اللي نقيتهم، يعني غسلتهم نقيتهم، وغنحكم في هذه الحكاكه الغليظه بحال هكا. انا حكيت وبقى لي غير شويه، غنحكوها على هاد الشكل. على هاد الشكل غادي نخلي هاد الحكاكه حدايا هنا، واخا حكا فيها البطاطا غادي نحك فيها شويه د الفرماج. قلت غادي نحتاجو 4 ديال البطاطات، مني حكيتهم هكا دابا غادي ندير بهم الجيب فاش نصفي البطاطا ديالنا. غادي ناخذ البطاطا ديالي وغنديرها في هاد الشبيكه كيف كتشوفوا، وغادي نصفيها من الماء كامله، يعني ما يبقى لي فيها والو الماء. غنعصر فيها هكا بيديا خاصها تنشف. شوفوا داك الماء اللي كينزل، داكشي علاش درتها في الشبكه باش اللي عصرتو يهبط. بحال هكا نوريكم غير الماء اللي ينزل. انتو هاد الماء غادي نرميه. كاين بعض الاخوات هاد الماء ديال البطاطا تيديروه في وجههم، كيقولك مزيان للبشره، كدير به بحال الكوماج للوجه ديالها. فانا غادي نحيدو وعاد نكملو تتم التحضير. شوفوا الغولي ديالنا ديال البطاطا، يلا خرجتها من الفرن. غادي نزولها على المقلة، نحيد المقلة من هنايا. بحال هكا غادي نروليها على راسها بحال هكا. وهي باقا سخون بحال هاد الشكل. غادي نخليها واحد واحد 30 دقيقة حتى تبرد وغادي نطلقها. شوفوا ملي خليت الغولي ديالنا برد هو هذا، فهمتوا؟ دابا غادي ناخد واحد شوية ديال لاصوص، حطيتها محطيتهاش. هادي صوص برجر، ممكن ما ديروهاش للاخوات اللي كيقولوا ليا كنستعمل بزاف هاد الكونسير، ما نضمنش شي واحد ما يديرش هاد لي صوص في دارو من غير هادي. ما عرفت حيت هادشي ولينا كنسمعوه كثير بزاف. خصوصا حنا عندنا الوليدات، حنا على روسنا راه ما واخا ما نقربوش ليهم، مي الدراري في الدار واخا تيات منعيهم عليه في الدار فغادي يمشي يشريها من الزنقة. فغادي ناخد هاد، هي الوصفة فيها لادان فيمي، مي أنا ما عنديش لادان فيمي دابا في الدار، فعندي سومو هذا سوريمي مدخن، شفتو؟ غادي ندير غير كان عندي في الكوزينه، ف ممكن يكفي ممكن لا، لكن كنظن كافي بحال هكا. صافي صافي، غادي نبدا ندير فوق منه هذا جبنه ساندويش. ممكن ما ديروهاش وديروا الجبن الاحمر بحال هكا، ونحط فوق منه وانا غاديه حتى نكمل اللفه ديالي. يعني هاد
المربع ديالي كامل ديال البطاطا ونعاود نلفو. هاكم انا ما كنبغيش نحيد ليه البلاستيك ديال من قبل لانه كيبدا يلصق. هاكا انا غادي نكمل حتى نكمل المربع كامل. هنا كيف كتشوفوا مني كملتها على هذا الشكل. فدابا غادي نرجع نعاود نلويها وانا كنحيد البابي. باش ما يهبطليش برا. صافي على هذا الشكل. حاول غير نقادهم باش ما يهبطوا لياش. صافي على هذا الشكل. دابا ممكن نخليوها غير هكا. كيف ممكن انا غادي نرجعها لاطا ديال الفران، والفران يكون باقي غير سخون وما شاعلش على هذا الشكل. ها هي غادي ندير عليها شويه ديال الجبن وغادي ندخلها غير يذوب عليها الجبن وغادي نقدموها بصحه وراحه. هنا كيف كتشوفوا درت عليه شويه ديال الجبن. دابا غادي ندخلو الفران غير يذوب هذا الجبن ونخرجوه صافي. هو الغولي ديالنا ديال البطاطا ملي طاب هو هذا الشكل النهائي ديالو. كتزينوا على حسب الذوق ديالكم. نتمنى الغولي ديال اليوم يروقكم وينال الرضا ديالكم وتجربوه، ولانه اكيد غادي يعجبكم بزاف بزاف وغيعجبكم الناس ديالكم. الى عجبكم الوصفه كيف ديما ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، اشتركوا بقناتي قناه شيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. غادي نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوه كيف كيجي من الداخل. انتو كيجي شي حاجه رائعه بزاف بزاف. انتو هانتو الغولي ديالنا من الداخل. نتوما الحشوه تفنوا فيها، يعني ممكن ديروا اي حاجه بغيتوها وكتعجبكم. الى ما تنساونيش من بارطاج لايك للفيديو، خليو ليا لي كومونتير ديالكم التعليقات ديالكم اسفل هذا الفيديو. الى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله.